يعني العناصر الموجودة في الفريق الفلسطيني يعني أعتقد أنها جيدة وبتساعد. في المباراة السابقة أحرجت المنتخب السعودي، أحرجته بالأخطاء اللي إن أخطيناها وأعطينا فرص للمنتخب الفلسطيني، نقول بداية. ولكن اليوم لابد المطلب أن نحقق العلامة الفارقة اللي هي نوصل للنقطة 15 ونفرق عن المركز الثاني للفريق منتخب الامارات اللي ينافسنا على على المجموعه. اختلف عن الجهاز الفني للمنتخب في المباراه الفلسطينيه الاولى، اعتقد كان فيصل بديل. نعم المباراه الثانيه يعني ما اختلف. شوف العناصر هي، ما اعتقد انها العناصر اللي تغيرت، ولكن الموسم بدا اكثر اللاعبين لعبوا اكثر من 6 مباريات يعني او 5 مباريات، كل لاعب لعب مباريات يعني وفي مباريات تنافسيه. ولكن يعني المنتخب السعودي للمنتخب الفلسطيني لا نغفل، لابد نحترم المنتخب الفلسطيني لان يوجد به عناصر جيده بالاضافه الى الحماس اللي يلعبون فيه والروح القتاليه اللي بيظهرون بها اتوقع اليوم، لان اليوم مباراه يعني اثيرت اثاره اكثر مما هي يعني مباراه 3 نقاط وتنافس بين منتخبين شقيقين. الشيء اللي صار يعني اللي اتوقع ان شاء الله ان المنتخب السعودي اذا تعامل مع المباراه، يعني شوف لو التعادل شيء ايجابي للمنتخب السعودي، المنتخب الفلسطيني ما قدامه الا ان يحقق الانتصار. ولكن اتمنى من عناصر المنتخب السعودي اللاعبين انهم يقابلوا المباراه هذه اول شيء بالحنكه والخبره والفكر الكروي اللي يعني يعرفون الاندفاع، فريق مندفع، فريق متحمس، فريق احيانا يبغى يثبت وجوده، لان بعض اللاعبين الحين كل المنتخب الفلسطيني يبغى يقدم مباراه يعني هي رد على منها التاجيل ومنها الحوسه اللي قاعده تصير اثيرت. ولكن اتوقع ان شاء الله اذا المنتخب لعب تنظيمه اللي امام الامارات اتوقع ان شاء الله النتيجه تكون صالحه.